تطور السباق مستقبل واعد. قطر نحو التحول الرقمي. قطر دولة طموحة برؤية جريئة وملهمة. رسمت رؤية قطر 2030 خارطة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستفادة من التكنولوجيا لتطوير اقتصاد ذكي تنافسي محلي وإقليمي. ومن أجل تحقيق التنافس الاقتصادي يجب تبني التحول الرقمي للاقتصاد المحلي والانتقال بشكل تدريجي إلى الاقتصاد الرقمي العالمي. أطلق برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم الوصول إلى الاقتصاد العالمي. 43 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، 93% منها لديها أقل من 50 موظف، ولكن هذا لا يعني أنها لا تستطيع أن تكون في الصدارة وتصل إلى العالمية. 64% من هذه الشركات المحلية متواجدة على الإنترنت، وتفصلها خطوات بسيطة لبلوغ كامل طاقتها في المنافسة في الاقتصاد العالمي. نعمل من خلال هذا البرنامج لتعزيز وجود الشركات على الإنترنت واستخدام التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية لتعزيز إنتاجيتها. تحويل عملك إلى العالم الرقمي هو أمر يستحق العناء فعلا، ونحن نعمل على تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية إلى جانب الخدمات الاستشارية ذات المستوى العالمي. هذا البرنامج سوف يربطك بمزودي الخدمة ويزيد من إيراداتك ويخفض المصروفات ويسلط الضوء على عملك ويجعله أكثر حداثة، ويسمح لك بالتعرف أكثر على متطلبات العملاء وتلبيتها، ويساعدك في البقاء في الصدارة المنافسين، ويمنحك سيطرة أكبر على عملياتك التجارية والمالية، ويعزز نموذج أعمالك. هذا البرنامج ثمرة مبادرة تقودها وزارة المواصلات والاتصالات عبر شراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك قطر للتنمية وغرفة التجارة وصناعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات وبنك قطر الوطني وأريدو ومايكروسوفت ومركز بداية. يقدم البرنامج دورات تدريبية وورش عمل متخصصة على أيدي مجموعة من شركائنا من مزودي الخدمات والذين يضعون خدماتهم بين أيديكم بتكلفة مخفضة. مكتب هي شركة متخصصة في التطبيقات السحابية. هدفنا هو تقديم الخدمات السحابية وتشجيع الشركات في قطر للتحول الرقمي في تطوير أعمالها. احنا بالتالي فخورين على الدعم اللامحدود اللي قدم لنا من قبل الإخوان والأخوات في وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر على المقدرة على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. Digital transformation is a trend, the only trend to increase sales as well as provide comfortable service. فكر بالتحليق بأعمالك عاليا وخطط لأعمالك من منظور جديد. بادر بالتسجيل على بوابة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. بادر بالتسجيل عبر بوابتنا على www.godigital.qa.